هذه الخريطة تاع الجزائر ومن ناحية المروك. بسم الله، هذا الشريط، شريط هذا ذا حتى الفقيق، خمسة وستين كيلومتر، هذا الشريط هو هذا، الناس كاع حابين الجزائر، باش ما يسلموش على اليد تاع الملك، حابين يدخلوا الجزائر من السعيدية حتى الفقيق، 65 كيلومتر بلا بحر بلا والو. هما هذا الشعب باغي يدخل ان شاء الله، ان شاء الله هذه الارض تدخل في الجزائر، والصحراء الغربية تثقل ان شاء الله، لانها بدات الاستقلال تاعها في 1975. نعم، هذا الشريط هذا كل باغي يدخل للجزائر من السعيدية حتى الفقيق، عندنا تندو، عندنا بشار، عندنا فقيق. هذا الشريط طوله تاعه تقريبا 900 كيلومتر ولا 65، هذا قاع تولي الأرض، هذا الأرض قاع تولي جزائرية إن شاء الله، إن شاء الله بقدرة ربي. فيغا ألجيري إن شاء الله بقدرة رب العالمين. هذه قاع تدخل في الجزائر من السعيدية حتى الفقيق، هذه ما نديرو لا حرب لا والو، الشعب الشعب اللي راه ساكن هنا بغا يدخل، وخاصة وجدة وسعيدية حتى الفقيق، إن شاء الله يا رب.